ولمناقشة تأثر القطاع الزراعي في العراق بموجة الجفاف ودلالات اعتراف وزير الموارد المائية بدور إيران في قطع المياه عن العراق، معنا الناشط السياسي فايز الشاووش لمناقشة هذا الموضوع. مرحبا بك معنا سيد فايز. حياك الله ومرحبا. أهلا بكم. وزارة الموارد المائية كما تابعتم حذرت مجددا من مخاطر حقيقية تهدد العراق بالجفاف. أمام هذه التحذيرات، كيف تقيم الإجراءات الحكومية لمنع الكوارث المترتبة على هذا الجفاف؟ يعني السلام عليكم، تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. يعني بكل تأكيد عندما الحكومة العراقية لا تمتلك أي سلطة في القرار السياسي والأمني والاقتصادي العراقي، وبالتالي هي تصبح فاقدة للسيادة والشرعية، ويبدو بأن إيران وبالتأكيد هي متحكمة بالمشهد العراقي منذ بشوء العملية السياسية وخاصة منذ عام 2008. وبالتالي إيران تسعى من خلال قطع المياه عن العراق لكي يبقى العراق بحاجة إلى إيران ولتصدير منشآتها موادها الزراعية من الطماطم والخضروات الأخرى لكي تغذي إيران في هذه المرحلة التي هي تحاصر من المجتمع الدولي حصار شديد. وبالتالي تعتبر العراق الثورة الاقتصادية، وما دامت إيران جارة العراق ومتحكمة بالمشهد السياسي سيبقى العراق ضعيفا وسيبقى العراق مهدد زراعيا واقتصاديا وصناعيا وتجاريا في ظل أي حكومة إن كانت هذه أو التي تأتي في المستقبل ضمن هذا المشروع السياسي أو التي سبقتها. نعم سيد فايز، وزير الموارد المائية مهدي رشيد اتهم إيران بعدم التجاوب لإنهاء أزمة المياه. كيف لحكومة أن تستمر بعلاقتها مع دولة مجاورة إذا كانت سبباً في تدمير قطاع مهم كالقطاع الزراعي، ولا تمتلك أدوات للضغط على طهران إلا التهديد بأنها ستذهب للمحافل الدولية؟ يعني لو كانت الحكومة مستقلة وتملك القرار السياسي في الداخل العراقي لكانت قد تتجاوب معها إيران لأنها تصبح حكومة مستقلة، ولكن هناك قوة أخرى هي مسيطرة على القرار السياسي العراقي والاقتصادي والأمني، وهي الميليشيات المرتبطة بإيران. وما دامت إيران هي التي تغذي هذه الميليشيات، يبدو بأن تصبح هذه الميليشيات بكل تأكيد هي الأداة الضاربة لإيران والحكومات الإيرانية في العراق، وبالتالي لا تمتلك هذه الحكومة أي حوار ولا تتمكن من إجراء أي حوار مع حكومة إيران لأنها فاقدة للشرعية ولأنها مسيطرة على قرارها هي الميليشيات المتواجدة بالعراق الولائية المرتبطة في الحكومة الإيرانية وبملالي إيران. لابد من إنهاء الدور الإيراني في العراق حتى تنتهي الميليشيات في العراق، وبالتالي سيصبح القرار عراقي، وممكن لأي حكومة بالعراق أن تتفاوض وأن تفرض شروطها على إيران أو غير إيران في قضاياها الاقتصادية والسياسية والعسكرية. نعم، لكن على المستوى العراقي ماذا يعني جفاف محافظات مثل ديالى وبغداد؟ يعني على المستوى العراقي بأن العراق الآن يعني كشعب وكقوة أمنية وكحكومة هي لا حول ولا قوة، لا توجد أي سلطة في القرار، وبالتالي هي مقيدة ومكبلة، وهي بالتأكيد بنفس الوقت غير جادة بالتعامل مع داخلها مع الشعب العراقي أو مع حقوقه حتى تتمكن من أخذ حقوق مع الغير. السياسة معناها هي التعامل مع العقل الآخر أو الجهة الأخرى لتحقيق مكاسب أو لتحقيق مكاسب إلى هذه الدولة. هذه الدولة فاقدة للسياسة وفاقدة للشرعية، وبالتالي لا توجد أي نية في المستقبل لتغيير مجرى السياسي أو لتغيير هيمنة إيران داخل العراق. طيب ماذا عن الإهمال الحكومي لقطاع السدود؟ كيف أثر في الأزمة التي يمر بها العراق اليوم؟ يعني أنا في رأيي بأن الحكومة هي جزء من حالة التعمد لما يجري من إهمال في الملف الزراعي في العراق، لأن الحكومة بحاجة إلى داعم حقيقي يسندها ويسند هذه الأحزاب التي شكلت منها
منها هذه الحكومة أو الحكومات التي سبقتها أو الحكومة التي تأتي بالمستقبل، وما دامها بحاجة إلى إيران كساند بالتأكيد تبقى مؤثرة على الملف الزراعي داخل العراق، وتبقى متعمدة وجزء شريك مع حكومة إيران بإنهاء القطاع الزراعي في العراق. أشكرك جزيلا الناشط السياسي فايز الشاوش، كنت معنا عبر الخط الهاتفي.